بالمقابل القانون العراقي يجيز تأجيل المحاكمة إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك، إذا كان هناك ظرف طارئ. سيد أمير الدعمي، صحيح هذا الشيء موجود لو لا؟ عفوا الكريمة، حياك الله. يعني بالتأكيد الجواز القانوني موجود بمسألة التكفيل إن كان قضائيا أو حتى بطلب من يعني ذوي المتهم أو محامي وكلاء المتهم، لكن إحنا الآن أمام حالة خاصة. شوف، في زمن النظام السابق سرقة أموال الدولة تعتبر من الجرائم الكبرى، طيب، وتعتبر من الظروف المشددة، والحكم فيها 10 سنوات تماما في ظروف معينة، هي 7 سنوات وفق المادة 444/11، لكن هنا في الظروف المشددة تصل إلى 10 سنوات. المسألة الأهم أنه أنا تفاجأت أنه كتاب الإحالة أو طلب نور زهير كان وفق المادة 331 هدر المال العام، رغم أنه نور زهير اكتبت في وقتها تغريدة وجاني بيان. تم تصحيح هذا الأمر القاضي حيدر حني، صحح وحالة إلى المادة 444 كان 333. صحيح صحيح. أي. يعني شوف، هم كان أكو مسألة أنه يعني تعتبرها محاولة؟ هساني ما أرد أشكك، لأن أنا في وقتها اتصل بي مدير مكتب زيد حيدر حنون زين، وقال لي لا ورد خطأ يعني، بس أنا تفاجأت أنه بتوقيع رئيس المحكمة. كيف رئيس المحكمة أنه ما ينتبه على هذا الموضوع ويعلن أمام الملأ؟ استفزني واستفز كثير من العراقيين. شوف، نور زهير ليس شخص عادي. أي. مو لأن هو خارق، لا، نور زهير وراء جهات متنفذة إلى حد ما ممكن أن نطق بأسمائها، وبالتالي حتى لو جرت محاكمته أو أنا أستبعد المحاكمة، خلي بالك. أي. يعني القضاء الآن يؤدي دورا، لكن أستبعد لنفوذ الجهات اللي تقف خلف نور زهير. والمفاجأة حقيقة اللي ممكن أستغرب بها أكثر، نور زهير لم يبقى بالتوقيف أكثر من أسبوع، لولا أنا أتذكر، لما أتذكر يعني ما خانت الذاكرة، أسبوع نعم تقريبا. والتكفيل بمثل هكذا قرارات يحتاج إلى عناية وتدقيق كبير جدا. وأول شيء حتى لو كفل المتهم هو إجراء منع من السفر. شوف، أنا عندي موقوف الآن، يعني دعوة معينة، شخص يطلب واحد 200,000 دولار. أول شيء سويته، نعم قبلوا كفالة المحكمة، لكن أول شيء سويته منعته من السفر، وهذا جواز حماية الأموال الموكلي. وزد على ذلك أستاذ أمير، زد على ذلك النقطة الأهم اللي هي الكفالة، كان بها شرطين، الشرط الأول اللي هو استرداد الأموال، والشرط الثاني في مدة لا تتجاوز الأسبوعين، وطبعا هذا الحكي قبل سنتين. فهنا الدكتور هاشم كده نشرك ويانا ويجاوبنا على هذه كذب. النقطة. لا بس خل، بس خل نقطة مهمة، يلا تفضل. نور زهير كذب رئيس الوزراء، من يطلع رئيس الوزراء ويخلي الأموال قدامه ويقول خلال أسبوعين سيتم يعني مسألة إعادة الأموال. وبالمناسبة لم يحدث بتاريخ الدولة العراقية أن تقايض الدولة العراقية متهم بسرقة أموالها، وحدث في هذه المرحلة أنه يتم مقايضة نور زهير دون أن يتم مصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة وإجباره على استرجاع هذه الأموال. لا، يتم مقايضته حتى يرضى أنه خلال أسبوعين، والأسبوعين مضى سنتين. أنت شايف هيك شيء؟